السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا كل اللي بيسمعنا، أهلا بكم جميعا. فقرة هل تعلم عن معلومات دينية. رقم واحد، هل تعلم أن سيدنا إبراهيم لقب بأبي الأنبياء؟ رقم اثنين، هل تعلم أن أعظم آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي؟ رقم ثلاثة، هل تعلم أن آخر خطبة للرسول صلى الله عليه وسلم سميت بخطبة الوداع؟ رقم أربعة، هل تعلم أن أول مؤذن في الإسلام هو بلال الحبشي أو بلال ابن رباح؟ هل تعلم أن أول مؤذن في الإسلام هو بلال الحبشي أو نقول لبلال بن رباح؟ رقم خمسة، هل تعلم أن أول صلاة أداها الرسول صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر؟ رقم ستة، هل تعلم أن سورة الرحمن هي عروس القرآن الكريم؟ سبعة، هل تعلم أن أول من أسلم من الصبيان هو علي بن أبي طالب؟ ثمانية، هل تعلم أن أول من استشهد في سبيل الله والإسلام امرأة وهي الصحابية الجليلة سمية بنت خياط؟ تسعة، هل تعلم أن أول من حمل لقب خادم الحرمين الشريفين هو السلطان صلاح الدين الأيوبي؟ رقم عشرة وأخيرا، هل تعلم أن أول ما نزل من القرآن الكريم هو سورتنا اقرأ باسم ربك الذي خلق، أو سورة العلق عفوا، سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، الآية الأولى من سورة العلق. إلى اللقاء.